أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم، لأن الله أعلمه بما كان منهم، فجاء مصاحبا للغضب وللأسف. وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه ألقى الألواح، والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه، فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأخذها، فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا؟ يبقى إلقاء ألواح ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه، عمليتين لا يمكن أن يحدث إلا في مظهرية الغضب. الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه. سيدنا موسى لا نقول ألقى الألواح استهانة بها، ولكن ألقاها ليفرغ إلى أخيه الذي استخلفه على قومه من بعده، وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها، في آية أخرى يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن ففي سورة فصل وفي سورة أجمل. صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون، وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زيه، فكيف يمكن أن يوافق على هذا؟ ولكنه أراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه بأنه قال أنا لم أقصر، ولكن القوم استضعفوني لأني وحدي وكادوا يقتلونني، يدل على أنه قاومهم مقاومة إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة، حتى أنهم كادوا. وبعد ذلك يقول له لا تشمت بي الأعداء، فأثبت عداوة بينه وبينهم. إذن فهو لم يوافقهم على شيء، ولكنه قاوم على قدر طاقة البشرية. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنك إن أخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه. موقف موسى أنه غضب حتى على أخيه وابن أمه، وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وقد حصل بينه وبينهم العداء، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا. حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين. الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج، وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه. فقال رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق، واغفر لأخي. طب واغفر لأخي إيه؟ يغفر له إيه؟ يغفر له إيه ما دام أخوه صنع ما صنع؟ أم قال لك لأن أخوه كان يجب أن يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا أو خدشا أو إلى آخره.
اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. احنا قلنا حين تسمع أرحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع أحسن الايه الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. أنت أرحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم أخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله أرحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد. وقال رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبتي، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها. يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوه ايه؟ مذبوحا يأكلونه، آلة يديرونها بيدورنا بها السواقي. قال لك لا، الاتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انه اتخذوا العجل ايه؟ إلها ومعبودا. اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه. يبقى هنا محذوف متروك لفطنة السامع، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. اذا سينالهم غضب دل على انهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له. يبقى اتخذوه الها. ان الذين اتخذوا العجل اي اله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب، كلمة سينالهم يدل على ان الغضب والذلة اولها لسه ما جاش. سينالهم، ساعة ما نسمع سينالهم ونقول في المستقبل، والمستقبل بتاع الدنيا ايه؟ الاخر. لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يكون سينالهم غضب مع انهم تابوا؟ فيما بعد هيقول لنا ايه؟ توبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ وتابوا الى بارئهم وقتلوا انفسهم، يبقى الغضب ليه؟ قال لا، انما الذي نالهم من الغضب هو ما الجاهم الى ان يقال لهم اقتلوا انفسكم. يبقى سينالهم غضب اي قبل ان ايه؟ ان يتوبوا. الغضب مظهريته ايه؟ اقتلوا انفسكم. واحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الايه؟ منتهى الذله ومنتهى الايه؟ الاهانه. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي امر ليس بخاصيه لهم، ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد ان ينال هذا الجزاء. ليه؟ لان ربنا لما يكون يقول لنا عنهم يبقى كانه بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصه ان يعتبر السامع للقصه في نفسه. واعتبار السامع للقصه في نفسه لا يتاتى الا بان يقول له وكذلك نجزي الايه؟ يعني احذر ان تكون مثل هؤلاء فينالك ما نال هؤلاء. وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة، يبقى معناه إنه بيقول لي تاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسعود لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا الى بارئكم وامنكم، يبقى غفر لهم ولا لا؟ فاذا كان الحق قد قص علينا مظهريه جباريته، فانه ايضا لم يشا ان يدعنا في مظهريه الجباريه الا ان يدخلنا في حنان الرحمانيه.
الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا أم قال لك يتابوا يعني إيه؟ ندموا على ما فعلوا وأصروا على أن لا يعود. وإحنا قلنا زمان إن التوبة لها مظهريات ثلاثة. التوبة لها مظهرية التشريع أولا، ولها مظهرية الفعل من التائب ثانية، ولها قبولية التوبة من التائب ثالثة. يبقى لها كم حالة؟ فمشروعية التوبة نفسها فيها رحمة، وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش؟ يتعب خلقه ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات، ويبقى زي ما قلنا زمان يبقى فائد بقى ما عادش ايه. لكن لما ربنا يشرع له التوبة يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه حاجة تانية. يبقى رحمة بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون هناك مظهرية أخرى للحق وهو أن يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة، خلاص، وفعل من العبد بأن يتوب ذلك هو الاستجابة، وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع إليه. قول الحق إن الذين عملوا السيئات ثم تابوا من والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان، فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا. ليه؟ أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته، فلما تيجي تتوب وتوب يبقى إيه؟ جدد إيه؟ إيمانك. ثم تابوا من بعدها وآمن إن ربك من بعدها لغفور إيه؟ لغفور رحيم. وإذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد، وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل، فقال الذنب أذنب في أنه جانب منهجي واستغفرني وتاب فأنا قبلت توبته، إذا كنت أنا غفور رحيم إياكم يا خلقي أن تذكروا مذنبا بذنبه بعد أن يتوب. لأن صاحب الشأن غفر، وما دام صاحب الشأن غفر إياك أن تقول له يا سارق، إياك أن تقول له يا زاني، إياك أن تقول له يا مرتشي، ما دام قد جدد توبته وآمن والله صاحبها في أنه غفر، ما تبقاش طفيل أنت وتعمل إيه وتنكش لمين عملية الذنب من جديد. ولما سكت عن موسى الغضب، ما شاء الله، سكت عن موسى الغضب، هو الغضب يعني له سكوت؟ هو الغضب ده إنسان كده سكت؟ أم قال لك إيه؟ لأن الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا أمام من أذنب، فكأن الغضب بيلح على يقول له اضرب اشتم اقتل. الله، كأن الغضب صورة ايه؟ صورة شخص له اوامر، الاوامر دي تعمل ايه؟ تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشبه الله الغضب بصورة انسان يلح على موسى في ان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه، كأن الغضب ايه؟ سكت عنه. بعد ما يقول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى ده غفور رحيم، خلاص انتهت المسألة. ولما سكت عن موسى الغضب، او هو كما قال اخواننا العلماء من القلب في اللغة، القلب يعني ايه؟ انه يقلب الحاجة اتكالا على فتنة السامع انه سيرد كل شيء الى اصله، كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمار. طب بالله مين اللي خرق التاني؟ الثوب هو اللي خرق المسمار ولا المسمار خرق الايه؟ ام قال لك ده اسمه الايه؟
اسمه القلب. القلب انه يجيب الحاجة مقلوبة مقلوبة علشان فطنة السامع هي ايه؟ او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه. التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعة دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخرق. يبقى العملية من مين؟ فكأن التوب هو الفاعلية الحقيقية من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كناية عن انه زال وانتهى زي بعضه. ولما سكت عن موسى الغضب، اول حاجة عملها ساعة ما كان غضبان اسف ايه؟ القى الالواح. اول ما راح الغضب اخذ الالواح. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بكى الغضب خلاه ايه؟ القى. يبقى لما زكت الغضب يعمل ايه؟ ياخذ الالواح. امر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. طب هو اخذ القى الالواح واخذ براس اخيه، ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه؟ انتهى. انما لسه بقيه الالواح اللي محطوطه دي من فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها، احنا بنسمي ايه؟ نكات النسخه من الكتاب. نسخه يعني ايه؟ النسخه هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى. تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع. يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب يعني خدته، يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمه فعل دي تاتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعوليه. تبقى نسخه يعني ايه؟ منسوخه. وقال لك ما هي في القران حاجات زي دي كتير. لكن الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف غرفه بيده. غرفه يعني ايه؟ يعني مغروفه. غرفه يعني ايه؟ شويه ميه مغروفين كده من الايه؟ من مش عيب يعني. قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ريقك كده. يبقى غرفه هي بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف. والغرفه ايضا في البيوت، ما هي لانها حاجه مقتطعه وعاملين لها جدران لوحدها وحته لوحدها، تبقى اسمها غرفه مغروفه من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمه. هدى، احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغايه. طيب المنهج الموصل للغايه، المنهج في فعل ولا تفعل، وموصل للغاية أي غاية يوصل إليه؟ وعشان يوصله لثواب الإيه؟ لثواب الآخرة. يبقى إذن الهدى والرحمة شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، منهج عشان يعمل له إيه؟ إيه اتبعه عشان إيه؟ يرحمه. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب ما دام كان هدى ورحمة يبقى كون كل اللي سمعوا يعمل إيه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه، يوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى اذا لابد ان يستحضر الانسان او المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل، يبقى هدى وايه؟ هدى ورحمة له. طب للذين ربهم يرهبون او يرهبون ربهم، ام قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم ان دي اختصاص. اختصاص يعني ايه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال ايه؟ اياك نعبد. ما الفرق بين اياك نعبد ونعبدك؟ ام قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها. يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وياك، مش كده؟ انما اياك نعبد خصصنا العبادة بك فلا تتعدى الى غيرك. يبقى اذا لما حين يقدم المفعول يبقى عمل ايه؟
اختصاص. أكرمتك لا مانع تقول وأكرمت زيدا وأكرمت عمرا، إنما إياك أكرمت. يبقى أنا ما أكرمتش إلا مين؟ إلا أنت. طيب على كان يقول لي والذين هم ربهم يرهبون، وكنت عايز التخصيص دي، إنما كلمة لربهم يرهبون. أم قال لك لأن الرهبة قد تأخذ ظاهرا في أنه ممتثل لأمر الله، ولكن من الجائز انه عملها رياء ولا سمعة ولا انه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي، وانه هو مش عارف قدر فعفى والناس يقعدوا يثنوا عليه. او يكون واحد ضرب واحد قلم، كان من الممكن ان من ضرب القلم يعمل ايه؟ يضرب الثاني قلم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر ان ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. انما واحد قال الله انا انضربت قلم ما يجي اخوه الكبير اللي اقوى مني يضربني دل ولا يفطسني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى اراد التخصيص ايه؟ التخصيص من نواحي متعدده، بانه لا يرهب غيره، وان الرهبه خالصه لمين؟ فليست رياء ولا سمعه ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام اهل الذين لم اوذي لهم ايه؟ هم ولدا لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على ان ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، وإلا فالامر اللي مايش فيه اختيار. واختار يعني طلب الخير والخيار، احسن حاجة اخترت يعني طلبت الايه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار كان في مقنتك ان تأخذ غيره، يبقى اذا لا تتأتى الا في الامور الايه؟ الاختيار، اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لارادة صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا اله الا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله، لا في دي عصي ولا في دي ايه. يبقى ما الذي رجح امرا على امر؟ رجح عند المؤمن ان يقول لا اله الا الله، ورجح عند الملحد ان يقول ما يناقض ذلك ولا لا؟ يبقى اذا ده ايه؟ من الايه؟ اختيار. اختار موسى قومه، احنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع، اختار من قومه 70 ايه. احنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك ان فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغة؟ فاعل. خلاص، قال كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابة. طب الكتابة وقعت على ايه؟ الكتابة وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له، قمت لوالدي اجلالا، من الذي قام؟ انت. الاجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في ايقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لايه؟ لاجله. صمت يوم كذا مفعول فيه، لان برضو الفاعل فعل الفعل، مرة يقع على كذا يبقى مفعول، مرة يقع لاجل كذا يبقى مفعول لايه؟ لاجله. ومرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في ايه؟ ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضو يسموه ايه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني ايه سرت والنيل؟ والنيل انا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الايه؟ مع النيل، كل ما امشي الاقي نيل، كل ما اكن النيل ايه؟ اكن النيل ماشي وياه وانا ماشي ويا مين؟ اسمه مفعول ايه معه. ثم اذا انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني مفعول ايه؟ المفعول معه. طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه مفعول ايه؟
منه، لأن الاختيار وقع من مين؟ من القوم، اخترت من القوم. يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. أو تقول إن اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول أكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض. اختار موسى قومه، قوله لا هو ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه؟ اختار منهم. يبقى او عطف او بيان، واختار موسى ايه؟ قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 ان هو عنده اسباط، فخد من كل ايه؟ سبت شوية، علشان ايه؟ يبقى كل الاسباط ايه؟ ممثلين. لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الاول؟ طب الميقات الاول كان لايه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الايه؟ عن عبدة الايه؟ العجل. ولما جاء موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم. طب الرجفة اخذتهم ليه؟ ليه اخذتهم؟ لانهم حينما لم يقاوموا إلا عبدوا العجل، ربنا حب ايه؟ يدي لهم ايه؟ زي ما احنا مسمي ايه؟ بس زغزغة كده. اخذتهم الرجفة، والرجفة هي الايه؟ هي الزلزلة الشديدة التي تهز المرجوفة من الراجف. قال موسى حينما اخذتهم، قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل، انا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين ايه؟ ان السبعين وياي وانا جاي، ان اهلكتهم كده يبقى انا يمكن يفهموا ان انا جبتهم ليه؟ ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت امتهم ايه؟ من قبل هذه المسألة. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي وانا معهم كمان، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل إيه؟ السفهاء منا. وما دام أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على أن العملية عملية إيه؟ عملية فعل. والفعل هو عبادة مين؟ العجل. فلو أن ذا الميقات الأول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجة في الميقات الأول، ده كل ما فيها أن الله حينما كلم موسى قالوا ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول له يوريه لنا ربنا ولا لا؟ فيبقى ايه؟ قالوا ارنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، انما هناك قول. يبقى ما دام قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات ايه؟ فعل. واحنا قلنا زمان اما كل حدث يحدث من جوارح الانسان نسميه ايه؟ عمل. بس العمل اقسام، قسم هو القول ومقابله الفعل. يبقى مقابل القول ايه؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى فيه قول يجمعهم ايه؟ عمل. يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح غير اللسان. الله، كأن كل الجوارح نسميه ايه؟ فعل. واللسان لوحده ايه؟ واخد الايه؟ واخد القول. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. يعني ايه فتنتك؟ احنا قلنا الفتنه هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبه لسوء نتيجته؟ أيقال في أي امتحان إنه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموم عند مين؟ عند اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى مذموم عنده؟
يبقى إذن ما معنى الفتنة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. الاختبار ده إنما يصنعه الإنسان الجاهل بما تصير إليه الأمور. ولكن أيكون ذلك بالنسبة لله؟ بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبره ويشوف هيعملوا إيه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفة الله تبقى مش حجة عليهم، إنما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة. الفعل منهم هو اللي إيه؟ إحنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة أنا عايز أشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لمادة كذا دي، يقول لي والله ما فيش إلا فلان الطالب الفلاني، يقول لي لا يا أخي اعمل اختبار. يبقى ما صدقش كلامه على الأول. ليه؟ قال لك لأنه لو أخذ بكلام الأستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزة يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخدهم بواقعهم هم. فاعمل امتحان عشان ناخدهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع، مش الاخذ بمين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنة تكون جعلتهم ان ما دام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه؟ وما دام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا؟ وما دام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وهذه، قال لك اه لان ما دام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه؟ يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه؟ اللي عملك مختار، اللي عملك ايه؟ مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى من اللي جاب عدم الهدايه؟ ظلمه. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في ان يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعة ما تختار الهداية وتختار الضلال يجي كده مزافا من الله؟ أم قال لك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى أهل لأن يعينه الله على هداية؟ يقول لا يا أخوة خليك على كيفك أنت. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله، أنت ولينا والولي هو الذي يليك، ولا يليك إلا من قربته بودك له ولم تقربه إلا لحيثية فيه تعجبك. الحيثية تقول يا سلام أنا أقربه ده ده ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني، لما أعوز منه غني ومش عارف أعوز منه عالم أخذ منه. الله، اذا الولي يعني معناه الاول ايه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لان فيه خصله من الخصال اللي قد ايه؟ تنفعني. ينصرني على مين؟ يعلمني. اذا اعتذرت للديني كويس قوي. انت ولينا اي ناصرنا. وما دام انت ولينا وناصرنا يبقى انت اقرب شيء الى مين؟ الينا. وما دام اقرب انت شيء الينا يبقى لما نكون احنا عملنا ذنب يبقى انت اولى بان ايه؟ بانك انت تغفر. فاغفر لنا. ونعلم من هذا ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه؟ زحزح عن النار. انا درء مفسده النار وادخل. يبقى درء المفسده الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخدها، وبعدين التفت لقيت واحد حدفك بطوبه
ماذا تصنع؟ خليك في الحالة الانفعالية دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبة الاول وبعدين تبقى تاخد التفاح. انما تاخد التفاح وتصيب الطوبة يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. هنا درء المفسدة قال له اغفر لنا يا رب، اول ما ايه؟ اول حاجة اغفر ايه؟ لنا. وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب الرحمة دي أم قال لك فيه؟ ولذلك القرآن يقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء يقع داء، وبعدين القرآن لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمة أن لا يجيء داء بالمرة. إن اعتبرت بقى القرآن وخدته ليك نصيب يبقى ما يجيش إيه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ خير الغافرين ولا الراحمين؟ فلما أنت خير الغافرين، الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين، الخير مين؟ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان ومقابله الإنسان، لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق. ليه؟ لأنني خير الغافرين. ليه؟ السبب إيه؟ أم قال لك لأن الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لأنه خاف البطش الإيه؟ المقابل، لكن أنا ما بخافش من حد، أبقى أنا خير الغافرين من غير ثمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كان طلب له الاول ايه؟ اغفر لنا، ادي درء المفسده، وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب انت خير الغافلين عادت لمين؟ لفاغفر ايه؟ وارحمنا. عايزين احنا عندنا طلب الايه؟ اغفر لنا، ادي واحده، وبعدين الرحمه، قلنا اغفر لنا دي درء مفسده، وارحمنا قلب ايه؟ قلب منفعه. طب خير الغافلين دي عايده لمين؟ نغفر لنا، يبقى باقي ايه؟ الرحمة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول والرحمة جت ايه؟ التاني. خير الغافلين عادت لمين؟ نغفر لنا واكتب لنا في الحسنة، عايدة على ايه؟ يبقى عايدة على الرحمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وفي الآخرة يعني إيه؟ يعني برضو حسنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الإنسان يسمى إيه؟ يسمى حسنة. ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصية. نقول لا، ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية؟ ان كانت الشرعية يبقى قال وفي الآخرة، لأن حسنة الآخرة هي على مين؟ على الشرعية. يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الآخرة حسنة؟ ده يقول وفي الآخرة حسنة لو كانت دي غير ايه؟ غير دي. إنما أجل كأن الحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة مين؟ الشرعية. الحسنة الشرعية. وإلا فالإنسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه؟ لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه، ما ينظرش إلى آجلية النفع، وما ينظرش إلى كمية النافع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الآخر على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، المراد بها الحسنة دي. طب امال ايه ما دام هو الحسنه الشرعيه ما هتبقى بتاعه الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعه الدنيا عملا وبتاع الاخره ايه؟ جزاء. خلاص؟ ام قال لك لا، هو اراد بالحسنه الاولى ما يعم الحسنه الشرعيه والحسنه الايه؟ اللغويه. اديني عافيه. مش كده؟ اديني نعم طيبه.
ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال لي للذين امنوا خالصه. خالصه ليه؟ انت تكون خالصه يوم القيامه، خالصه يوم القيامه، ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمة الله، الجماد ينتفع برحمة الله، النبات ينتفع برحمة الله، الحيوان ينتفع برحمة الله، الكافر ينتفع برحمة الله. الرحمة اللي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين ايه عبدوا ثم ايه تاب. وما دام رجعنا اليك يا ربي فانت اكرم من ان تردنا ايه؟ من ان تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال عذابي اصيب به من اشاء. عذابي اصيب به ايه؟ من اشاء. ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لاحد. ولما يكون واحد اذنب ذنب مش ده انا اغفر له يا اخي. ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه يتعذب. لا، انا عذابي اصيب به من ايه؟ من اشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. الله، نعم. الرحمه هي قال لك الرحمه بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على انه في زمن ايه؟ يبقى اذا في الاخرة. يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه؟ طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ أم أنك هي انتهت بالنسبة لعنديته، إنما عندنا احنا لسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا ايه؟ شيء. يقولوا وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الايه؟ على الآخرة. فسأكتبها للذين ايه؟ يتقون. نحن متقون. احنا ايه؟ متقون. يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم. ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى كم ايه؟ كم حاله؟ حاله الاولانيهم قالوا ايه؟ نحن شيء فالرحمه تسعنا. ام قال لك الرحمه تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام انها للالف اكتبها لمن اتقى. قالوا ونحن ايه؟ متقون. متقون مين؟ في منهج موسى. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.